الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والمحبة مشاهدينا الأحبة. أهلا بكم إلى لقاء جديد، حلقة متجددة مع بداية أسبوع جديد. أتمنى بإذن الله يكون حافل بالجد والعمل والعطاء لخدمة عمان في مختلف مواقع العمل والبناء. حياكم معنا مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة المتجددة، وتحية لكل من لا تسوى عينه لخدمة عمان في مختلف أماكن العمل والعطاء لعمان الخير. حياكم معنا مشاهدينا، حضرنا لكم مجموعة من المحطات في أمسية اليوم. كل أمنياتنا لكم تقضوا برفقتنا مشوار طيب وجميل على مدى ساعة من الآن. فاصل قصير مشاهدينا وراجعين لكم مع أولى المحطات والتغطيات لمختلف فعاليات عمان الخير. وسط أجواء من البهجة والسرور تنطلق يوم الخميس المقبل فعاليات مهرجان مسقط 2014 عبر مجموعة من المناشط التراثية والثقافية والفنية والرياضية والتسويقية والترفيهية بمشاركة ما يزيد على 60 دولة، مستهدفة هذه المناشط مختلف شرائح المجتمع ومحققة التواصل الفاعل بين الحضارات المختلفة. وتسعى بلدية مسقط من خلال هذه الفعاليات التي تستمر حتى 22 من شهر فبراير المقبل إلى إيجاد متنفس للعائلة وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية وتنشيطها والاطلاع على ثقافات الشعوب والترويج السياحي للسلطنة لتكون قبلة سياحية عالمية من خلال الفنون والحرف والصناعات التقليدية التي يحتويها المهرجان. وأكملت البلدية كافة استعداداتها بتهيئة كافة المواقع وصيانتها ووضع اللمسات الجمالية لتكتسي العاصمة مسقط بحلة بهية من خلال الصور والإعلانات الترويجية لدعم رسالة المهرجان والتي تحمل عنوان مهرجان مسقط مهرجان لكل الناس. مهرجان مسقط ومنذ انطلاقته الأولى عام 1998 برهن على أنه مهرجان بكل الألوان يستقطب ببهجته أطيافاً شتى من مختلف الجنسيات التي تمزج تواصلاً وتجاذباً في تنوع العروض والفعاليات. وما أن تبدأ سمفونية المهرجان بالعزف حتى يتوافد الزوار عليه، ومن المتوقع أن يشهد هذا العام نمواً في عدد زوار المهرجان حيث بلغ العام الماضي 1,600,000 زائر. حياكم مشاهدينا من جديد، متواصلين معكم عبر هذه التغطية المسائية في برنامجكم من عمان مع مجموعة من الفعاليات اللي حضرناها لكم في حلقة اليوم. حديثنا بالتفصيل عن مهرجان مسقط 2014 راح ينطلق إن شاء الله يوم الخميس القادم، راح يفتتح أبوابه لجميع الزوار في هذه التظاهرة الثقافية الاجتماعية السياحية الترفيهية العائلية للجميع، يشكل طبعا رافد اقتصادي سياحي جديد للسلطنة. اليوم كان في مؤتمر صحفي شرح من خلال القائمين على المهرجان كل التفاصيل الخاصة بهذا المهرجان ونسخته في عام 2014 الجديد. فيه راح نتعرف عليه إن شاء الله من خلال وجود ضيوفنا الأعزاء في استوديو برنامج من عمان. بداية نرحب بالمهندسة ندى بنت عبد الرحيم السجالية القائمة بأعمال مديرة إدارة مهرجان مسقط. مساء الخير مهندسة ندى، سعيد جدا بوجودك معنا. الله يسلمك، إن شاء الله الاستعدادات على قدم وساق لانطلاق المهرجان إن شاء الله. إحنا اليوم طبعا كان في مثل ما تفضلت مؤتمر صحفي ممتاز، أعلننا من خلاله بعض الفعاليات والمواقع اللي راح تكون خلال مهرجان مسقط 2014. ممتاز.
أيضا مشاهدينا نرحب بالأستاذ محرز بن سليمان الدغاري رئيس قسم الأنشطة والفعاليات مقرر اللجنة الرئيسية بمهرجان مسقط. مساء الخير أستاذ محرز. مساء النور. حياك الله. شكرا جزيلا على هذا الاستضافة. أستاذ ندى أبدأ معك، يعني والجديد تعرفي الزائر المواطن المقيم على هذه الأرض وحتى السائح اللي يأتي من خارج عمان يبي خلال هذا المهرجان تكون مساحة جديدة في كل عام. طبعا. فكيف تحرصوا على انكم تكونوا متجددين في كل عام الجديد في 2014 عن بقيه النسخ الماضيه؟ والله شوف المهرجان طبعا معتمد على عده فعاليات، في فعاليات منها قد تكون ثابته بس هي متجدده، يعني الناس قد يعتقدوا انه يعني مثلا في تكرار في كثير من فعاليات مثل المعرض التجاري، القريه الدوليه للحرف والفنون، بس طبعا كل سنه احنا نحاول نضيف كثير من الفعاليات من ضمن نفس الفعاليه. مثلا هالسنة، السنة اللي فاتت كان لنا تجربة مع المعرض الدولي للحرف والفنون، والحمد لله التجربة لاقت يعني نجاح كبير. طيب. فهالسنة طبعا احنا خلينا الفعالية هذه تبدأ من أول يوم المهرجان، وطبعا راح يتخلل هالفعالية عروض أزياء، مهرجان مأكولات، حرف للأطفال، وهي طبعا تعتبر بالنسبة لنا فعالية جديدة لأن ما كانت موجودة العام الماضي. جميل. طيب الآن يعني نحن نعرف أن المهرجان ما خاص فقط بالمقيمين والمواطنين على أرض السلطنة، حتى يعني بالرغم من الآن في إجازة يعني بين الفصل إجازة المدارس، لكن هناك سعي أن يكون هناك واجهة سياحية للمجتمع الخارجي من خارج عمان. كيف تحرص أستاذ محرز على أنه يشكل أيضا رافد حقيقي للسواح أنهم يأتوا إلى السلطنة خصيصا لمهرجان مسقط؟ والله نحن اللجنة الرئيسية لمنظمة المهرجان يعني تبنت فكرة الحملة الإعلانية والترويجية خارج السلطنة بالتعاون مع بعض القطاعات مثل سفارات السلطنة المتواجدة في الخارج، كذلك عن طريق الجرائد ومعظم الوسائل الإعلانية المقروءة والمسموعة والمرئية، وطبعا قطعنا شوط كبير في هذا الجانب حتى في بعض في إعلانات يعني بثت في القنوات التلفزيونية عن المهرجان شغالين فيها. ممتاز، لأن تعرف اليوم إعلان واحد عن مهرجان في قناة مشهورة لها يعني سمعتها ومشاهديها يغنيك عن آلاف الإعلانات المطبوعة والمقروءة. صحيح. طيب اليوم نحن دائما نسمع المهندسة في نداءات كثيرة من الأشخاص، من المواطنين، من الأشخاص اللي يحبوا مهرجان مسقط، لماذا لا يوكل المهرجان إلى شركة عالمية معنية بقطاع الاستثمار السياحي وهي تدير الأمر ويكون على بلدية مسقط الإدارة العامة والإشراف؟ والله إحنا البلدية كان لنا تجربة سابقة في هذا المجال وكذا، لكن طبعا أكيد الشركات أصحاب خبرة وكذا، لكن حسينا ان التجربه ما كانت. انتم تجزئوا العمل الان لما تعطوا شركات الاستثمار تجزئوا ما تعطوهم كل الفعاليات؟ احنا نجزئ حاليا، يعني الفكره موجوده بس بطريقه مقلصه، يعني ما زالت الشركات تتعاون معنا، ما زال يعني المهرجان بالفعل ادارتها اداره بلديه مسقط، تحت اداره بلديه مسقط، بس بالفعل معظم الشركات تشارك معنا، بس طبعا الاداره مره واحده كان لنا تجربه على اساس ان نعطيها لشركه بالكامل. وطبعا شفنا ان في ما اقدر اقول انه يعني ما نجح المهرجان، نجح المهرجان الحمد لله لكن ما كان نفس النجاح المتوقع. نعم. فاحنا بالنسبه لنا كبلديه مسقط احس ان نعطي اكثر، لان نعتبر المهرجان مهرجاننا، وما شاء الله يعني احنا كبلديه مسقط نبذل فيه مجهود سنويا. صح. فنخشى انه يعني نعطي لجهه معينه وما راح تنجح هذه الجهه، وفي الاخر يمكن انتم يعني اعطيتوها لشركه محليه لو كانت تجربه شركه عالميه. لا والله كانت شركه عالميه يعني متخصصه في هالمجال، بس للاسف يعني ما كان بالشكل المتوقع يعني. طيب الان الفعاليات راح تتوزع في حديقه العامرات وحديقه النسيم. صحيح. طبيعه هذه الفعاليات شيء جديد في الاجنده هذا العام عن فعاليات جديده؟ والله مثل ما فضلت المهندسه ندى، نحن طبعا المهرجان ما اخذناه بشكل عام ان نجدد فيه، فاخذنا فيه فعاليات وكل فعاليه على حده وجددنا في الفعاليات نفسها. يعني على سبيل المثال في حديقه العامرات وضعنا طبعا عروض الابهار جددنا فيها في الرساله اللي نريد نوصلها للجمهور، كذلك بالنسبه للقريه العالميه غيرنا في الدول نفسها، وطبعا في الشكل العام للفعاليات نفسها اخذناها جزء جزء وعدلنا فيها. طيب كيف تضمنوا أن يأتي للمهرجان أكبر عدد ممكن من السواح، من المواطنين، من المقيمين؟ نحن نعرف اليوم التنافس موجود بشكل كبير، يعني حتى مهرجانات لدول مجاورة مثلا والخيارات متاحة، فكيف تحرصوا على عامل الجذب بالتحديد؟ والله نحن شوف اللجنة الرئيسية يعني سعت كثير أن تستقطب كل ما هو جديد في عالم المهرجانات، وطبعا من حيث الإعلان في خارج السلطنة نعلن عن وجود مهرجان ونحاول نستقطب كل ما هو جديد، كذلك يعني فتحنا الابواب معظمها مجانا، حتى الحدائق مجانا يعني
حديقة العامرات راح تكون مجانا هذا السنة، ومعظم كل شيء اللي فيها طبعا راح يكون بالمجان، وهذا طبعا دعوة عامة، وعن طريق هذا الحين اللقاء نحن ندعو كل المقيمين والزائرين انهم يزوروا المهرجان ويستمتعوا بفعالياته وكل ما هو ممتاز. طيب المهندس انا يعني ليش ما تحرصوا ايضا يتاح الفرصه لشبابنا من اصحاب الشركات الصغيره والمتوسطه يستفيدوا يعني فرصه انه يعني تطوير الاقتصاد الوطني عن طريق هؤلاء الشباب الشركات ومؤسساتهم؟ بالعكس احنا نعتبر المهرجان فرصه، لانه بالنسبه للشباب العمانيين كثير منهم طبعا يشارك معنا منذ بدايه المهرجان يعني الى الان، وطبعا المؤسسات الصغيره والمتوسطه لهم دور كبير معنا، وهالسنه وفرنا لهم 30 محل يشاركوا معنا من خلال منتجاتهم، سواء كانت منزليه او منتجات صناعتهم هم او انه مثلا مستورده بس لازم يكون فيها لمسه عمانيه على اساس انه يعني ما تطلع عن طابع المهرجان. فراح يشاركوا معنا في حديقه النسيم ان شاء الله ما يقارب 60 مشارك من الشباب والشابات العمانيات يعني. ممتاز. وحتى ايضا يعني في تنظيم بعض الفعاليات تخلوها لشركات محليه. والله معظم الشركات اللي تتعامل مع المهرجان هي محليه، احنا اساسا يعني المهرجان طبعا الهدف واضح ان المؤسسات والشركات والشباب كلهم يعملوا خلال تلك الفترة يعني، والحمد لله يعني فئة كبيرة من الشباب يشتغلوا نفس الفترة يعني. حتى طلعت شركات يعني على أكتاف المهرجان وتنظيم البعار وتنظيم الفعاليات. طبعاً ومعظمهم عروض الأزياء يعني كثير من المصممات عرفوا سوق العمل من خلال مهرجان مسقط يعني. ممتاز. هو المهرجان يعني بالرغم من فترة تقريبا شهر لكن مزحوم كثير من الفعاليات أكيد. فالشخص اللي يريد يعني يحضر فعالية لابد أن يحضر جدوله من البداية. جدولكم توزعوه بشكل واضح في الصحف لكل الفعاليات القادمة. لكل أسبوع تقريبا يعني في جدول معين ينزل. جميل. بالإضافة لعندنا كتيب طبعا للفعاليات. ممتاز. موجود. طيب كيف شفتوا تجربة أن تكون فعاليات في حديقة العامرات؟ يعني كيف كانت التجربة؟ ردود الفعل؟ حتى قضية الازدحام المروري؟ والله بالنسبة شوف حديقة العامرات هي كانت تجربة أول سنة السنة الماضية عام 2013 طبعا من ناحية الازدحام والاختناقات المرورية اللي صارت في حديقة القرب الطبيعية توجهت اللجنة الرئيسية إلى نقل الفعاليات إلى حديقة العامرات. طبعا نحن شفنا الفرق كان واضح كثير يعني، حديقة العامرات مفتوحة من كل الجوانب، طرقها مفتوحة بالإضافة إلى توفر البنى الأساسية موجودة في الحديقة أصلا من الأول، وكذلك مواقف السيارات. فنحن يعني شفنا أن الحديقة ممتازة. التجربة كانت السنة الماضية ناجحة يعني جدا. ما استبعدوا الناس المكان شوي؟ لا شوف هي مسقط طبعا هي ممتدة كشريط، حديقة في الطرف وحديقة في الطرف، فهذه تخدم اللي في الطرف الآخر وتخدم في الطرف اللي صوب العامرات. بس الإحصائية يعني أثبتت الموجودة عندكم كأرقام أن ما في نقص في عدد الزوار يعني يختلف عن حديقة القرم؟ نعرف أن القرم يعني منتصف مسقط وواجهة للكل يعني. الحقيقة احنا طبعا كان في تخوف من هذا النقل يعني، لكن طبعا كان نقل مدروس يعني لخدمة ما أقدر أقول منطقة أخرى، بس يعني هذه المنطقة تراها تتوسط عدة مناطق. وبالنسبة للزحمة فأنا حسيت أو حتى اللجنة ككل حسيت أن الزحمة في العمارات كانت أخف بالنسبة للزحمة اللي وسط العاصمة مسقط اللي هي حديقة القرم الطبيعية يعني، لأن بالإضافة لأن هناك المنطقة تحت طبعا إنشاءات وطرق وكذا، يمكن قد تكون العام الماضي أو هذه السنة نعاني من بعض الازدحام، بس ان شاء الله السنوات الجايه للمهرجان والدورات القادمه الامور تكون افضل. لكن في مجموعه من الفعاليات في حديقه القرم موجوده؟ لا للحين ما في فعالية غير مسرح المدينه طبعا عندنا الحفلات الغنائيه. طيب كيف الان موضوع الحفلات الغنائيه كيف تنتقل الفنانين اللي شاركوا فيها؟ نحن نعرف انها ايضا في مجموعه من السواحيات وحتى من خارج عمان لحضور فعاليه فنيه معينه، فكيف تحرصوا على ازدواجيه فنان محلي وفنان خارجي ايضا؟ والله هذا السنه نحن عملنا هذا الشيء، عملنا فنان خارجي وفنان محلي. فعملنا حفلتين فقط، حفله في بدايه المهرجان وحفله في نهايه المهرجان. ممتاز. طيب الان الاجواء يعني درجات الحراره منخفضه والاجواء طيبه، يعني في فعاليات راح تكون على الشاطئ مثلا مثل السنوات الماضيه؟ طبعا استحدثنا موقع الشاطئ هالسنه، توقفنا عن اقامه الفعاليات لمده 5 سنين على الشاطئ، وهالسنه طبعا اي شاطئ؟ شاطئ السيب. وهالسنه طبعا في عدد كبير من الفعاليات اللي تستهدف فئه الشباب، وخاصه احنا في فتره اجازه المدارس يعني. بالضبط. طيب بالنسبه لطواف عمان هذه الفعاليه اللي ينتظرها الكل يعني حتى من خارج عمان يعني يحرصوا على انهم في يعني مهرجان مسقط ويبحثوا عن هذه الفعاليه بالتحديد، وايش الجديد اللي راح يكون فيها ان شاء الله؟ والله احنا طبعا بالنسبه لطواف عمان بالفعل هي فعاليه عالميه
ناس كثير من برا السلطنة ومن داخل السلطنة ينتظروا هالفعالية، وفي لنا مسارات واضحة بخصوص هذا العام إذا كان الأخ محرز. والله عندنا احنا هذه السنة راح تكون من آخر أيام المهرجان من تاريخ 18 فبراير وحتى تاريخ 23 لعدد 6 مراحل. كل مرحلة يعني تتجاوز معظمها فوق 100 كيلو. راح تكون طبعا فيه تفاصيلها موجودة طبعا حتى نحن عندنا في موقع الإلكتروني والترويج الإلكتروني للمهرجان كل التفاصيل والانطلاق ونقاط النهاية موجودة في الموقع. ممتاز. وفي شركات عالمية تحضر وتصور هذه الفعالية وتدخل هذه الفعالية قنوات حتى عالمية طبعا وتعرف بالسلطنة يعني كوجهة سياحية مختلفة. طيب بالنسبة لي الآن القيمة الاقتصادية المضافة إلى هذا المهرجان يعني كيف تنظروا أنه فعلا يشكل عائد للناتج المحلي للقيمة الاقتصادية للوطن حتى من خلال رقم معين تحرصوا على أنه يكون موجود؟ والله طبعا مهرجان مسقط مش الهدف الأساسي مثل ما تعرف أن الهدف ترويجي وسياحي أيوة للبلد أولا وأخيرا يعني، بالإضافة أن بلدية مسقط جهة خدمية هي تقدم خدمة للمجتمع. نعم. فطبعا ما يمنع طبعا ان هذا يأثر اكيد في الاقتصاد بس مش بصورة مباشرة، لكن طبعا خلال فترة المهرجان كثير من الجهات تشتغل مثلا سياحين الفنادق اصحاب التكاسي شركات السياحة المطار حتى المطار. يعني طبعاً هو في جانبين، جانب مباشر وجانب غير مباشر. المباشر طبعا اللي يتعلق في الدخل المباشر اللي لإيرادات المهرجان مباشرة، والقطاع الثاني اللي هو القطاع الغير مباشر يعني نسبة إشغال قطاع الإيواء، شركات الطيران، حتى توفير فرص عمل هذا الفترة. حركة رؤوس الأموال الموجودة هنا في شو اسمه خلال فترة المهرجان طبعاً تتأثر تأثير ممتاز. طيب أنت ذكرت موضوع الموقع الإلكتروني اللي فيه كل الفعاليات الخاصة بمهرجان مسقط، كيف مدى أنكم تشركوا الجمهور تشركوا الرأي العام في أنهم يختاروا فعالية يقترحوا اقتراح حتى مثلاً تأخذوا بآرائهم للسنوات الماضية حل الفعاليات في الأعوام القادمة؟ طبعا كثير من الاقتراحات كانت تجينا، وايضا في الموقع نفسه في تصويت على الفعاليات يعني، وبشكل اسبوع احنا نتابع هذا الموضوع اذا كان في مثلا قبول او الجمهور طالب شيء جديد. احنا ساعات طبعا في وسط المهرجان نضيف فعاليات على حسب رغبة الجمهور. وكثير من الناس طبعا يقدموا اقتراحات، مثلا العام الماضي احنا كنا مسوين عروض مسرحيه. طيب. فالناس كانوا يطالبوا بالحفلات، هالسنه احنا قدمنا الحفلات وشويه توقفنا عن عمل المسرحيات على اساس ان نقدم ما هو جديد حسب رغبه الجمهور يعني. ممتاز. حتى على مواقع اسمح لي طبعا. حتى مواقع التواصل الاجتماعي نعم على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى موقع الطواف وموقع المهرجان نفسه، حتى عندنا هذه السنه طبعا مركز اتصالات مسقط قائم دور كبير يعني في متابعه شو اسمه استقرارات الجمهور. طيب اول كنا نسمع في مهرجان مسقط فعاليات ثقافيه ومحاضرات وندوات حتى حضور اقلام ثقافيه من خارج عمان ويثروا يعني حتى الساحه الثقافيه والادبيه والشعريه، هل راح تكون موجوده ايضا هذا العام ان شاء الله؟ والله السنه هذه يعني احنا شويه تاخرنا في موضوع الفعاليات الثقافيه، وعلى امل ان نقوم فيها ان شاء الله على السنوات القادمه. نعم. طيب بالنسبه للاطفال يعني فئه مهمه من شرائح المجتمع وفئه دقيقه يعني في اختيار حتى فعالياتها، كيف راح يكون لهم نصيب من فعاليات مهرجان مسقط 2014؟ طبعا في ركن قريه الاسره في حديقه النسيم العامه، قريه تعني بكل ما هو يختص بالطفل من فعاليات طبعا في اقسام الكترونيه، تكنولوجيا، ألعاب، ترفيه، كل ما يخص الطفل موجود في حديقة النسيم إن شاء الله. ممتاز. الآن حديقة العامرات الجوانب التراثية ما تمد أكثر شيء على التراث والدولي وطبعا الحرف والفنون التقليدية موجودة في. طيب لذلك اليوم نحن نسمع الكثير يعني من الآراء من الزوار أنهم أكثر يحبوا يتوجهوا إلى حديقة النسيم لأنها فيها هذه الفعاليات، ما حاولتوا أنكم تزدوجوا شوية في الفعاليات مثلا بعض الفعاليات العائلية تكون في حديقة العامرات؟ والله كانت لنا تجربة العام الماضي، بس أيضا بعض الأسر تفضل أنه يعني مثلا لكل موقع سيمة معينة. أيوة يعني فطبعا حديقة النسيم هي فيها ألعاب إلكترونية وألعاب الأطفال، كل ما يخص المرأة والطفل والأسرة موجود في حديقة النسيم. بالفعل قرية الأسرة يعني حتى العام الماضي يمكن ما كان مفعل بشكل اللي راح يكون هالعام يعني، وهاي طبعا بناء على طلب الجمهور اللي زار الموقع كان يريد إضافة بعض الفعاليات لديك الموقع الخاص بالطفل. ممتاز. فهالسنة بالعكس احنا فعلناه وخليناه يعني
أكثر من العام اللي فات من ناحية الفعاليات، من ناحية في طبعا عندنا أركان إلكترونية خاصة بالطفل، راح يأهل الطفل ثقافيا أيضا يعني. ممتاز. محاضرات ومحاضرات والأشياء الأخرى. طيب الناس أيضا ينتظروا بشكل كبير الفعاليات التراثية، يعني خاصة السلطنة يعني مجد تاريخ حضارة تضرب في أعماق التاريخ. في تجديد راح يكون إن شاء الله في القرية التراثية هذا العام. طبعا طبعا القرية التراثية تشمل قرية زراعية، قرية بدوية، قرية حرفية وموزعة، والسنة هذه حتى توسعنا في القرية نفسها. ممتاز. وجددنا حتى في طريقة يعني تقديم العروض الحرفية، في تجديد يعني، وراح نشوفه إن شاء الله. خلاص إذا المهرجان راح ينطلق يوم 23 يوم خميس إلى أي يوم إن شاء الله؟ يوم الخميس إلى 22 فبراير. ممتاز. يعني الآن كل المشاهدين كل حتى يعني اليوم أصبح عالم الابتكار في كل شيء يعني، فهذا ما يريده فعلا السائح والزائر لمهرجان مسقط، أنه يلحظ يعني هناك ابتكار، هناك تجديد، لا يحظى فقط لمجرد الترفيه أو المتعة، يتجاوز هذا الأمر إلى تحقيق عائد ثقافي، عائد سياحي جديد. إلينا نشكركم على وجودكم معنا، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، والمهرجان كعادة يحقق النجاح المستمر. شكرا على وجودك معنا المهندسة ندابت عبد الرحيم الزجالية القائمة بأعمال مديرة إدارة مهرجان مسقط، شكرا جزيلا لك. شكرا لك الأستاذ محرز بن سليمان الدغاري رئيس قسم الأنشطة والفعاليات مقرر اللجنة الرئيسية بمهرجان مسقط، شكرا جزيلا لك. إذا متواصلين معكم مشاهدينا، ما زالت معنا مجموعة من الفعاليات، مجموعة من التغطيات في أمسية اليوم. كل أمنياتنا لكم قاضين برفقتنا مشوار طيب وجميل. فاصل قصير مشاهدينا وراجعين لكم مع تغطية جديدة. أنا أقدم لعائلتي دائما دجاج الصفاء الطبيعي والشهي، طازج ونقي. دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي، 100% عماني وحلال. الصفاء اختيارك الطبيعي الصحي والشهي. الصفاء. حياكم الله مشاهدينا من جديد، متواصلين معكم عبر برنامجكم من عمان من خلال مجموعة من التغطيات، مجموعة من المحطات اللي دائما حريصين عليها، وكل أمنياتنا لكم قاضين برفقتنا مشوار طيب وجميل. حديثنا الآن راح يكون إن شاء الله عند الاجتماع الأول لسفراء السلام المعلوماتية، دور أفراد المجتمع، دور الأفراد في أن يكونوا مشاركين حقيقيين في التعريف بجوانب السلام المعلوماتية لدى المجتمع من خلال إشراكهم الحقيقي والواقعي في المجتمع. أدوار طيبة تقوم بها هيئة تقنية المعلومات من خلال تنظيم اجتماعات دائمة لسفراء السلامة المعلوماتية. راح نتكلم بشكل أكثر تفصيلي حول الاجتماع الأول لسفراء السلامة المعلوماتية من خلال وجود ضيوفنا الأعزاء. بداية نرحب بالأستاذة رحمة بنت ناصر البراشدية، أخصائية تدريب وتوعية بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية. مساء الخير، سعيد جدا بوجودك معنا. وأيضا نرحب بفخرية بنت سعيد الزجالية رئيسة قسم السياحة الإلكترونية بدائرة تقنية المعلومات بوزارة السياحة، ومشاركة ببرنامج سفراء السلامة المعلوماتية كسفيرة اختصاصية. مساء الخير، حياك الله معنا. نبدأ معك أستاذ رحمة ونتكلم يعني حتى نعطي المشاهد يعني فكرة عامة حول هذا الموضوع، الاجتماع الأول لسفراء السلامة المعلوماتية، وش نقصد بمفهوم السلامة المعلوماتية وسفراء السلامة المعلوماتية بالتحديد؟ البرنامج هذا يعتبر كإحدى مبادرات المركز الوطني للسلامة المعلوماتية. الهدف من هذا البرنامج هو إشراك أفراد المجتمع في عملية نشر الوعي والمعرفة، بحيث يكونوا هم كحلقة وصل أو مصدرين أو موزعين لهذا الرسالة اللي نحاول نوصلها، اللي هي مرتبطة بمجال أمن المعلومات. فهذا البرنامج تم تدشينه في عام 2011، كانت هي هذه فكرته، وتم تقسيم
سفراء السلام المعلوماتية إلى ثلاث فئات رئيسية. الفئة الأولى أي شخص مهتم بمجال أمن المعلومات، حتى إن كان مثلا ما عنده فكرة أو ما دارس في هذا المجال، فممكن أنه يسجل معانا في هذا البرنامج كسفير عام. الفئة الثانية اللي هم السفراء الأكاديميين. السفراء الأكاديميين هم طلاب الكليات اللي متخصصين في مجال الآي تي أو مجال أمن المعلومات. والفئة الثالثة اللي هم اختصاصيي أمن المعلومات، اللي هم أساسا يشتغلوا في مجال أمن المعلومات، اللي هم خبرة أو باع طويل في هذا المجال. فمن خلال هذا البرنامج حبينا أنه نجمع هؤلاء الأفراد بمختلف مستوياتهم أو مختلف مسمياتهم، نزيد أو نطور من التعاون بينهم، بحيث الأكاديميين يستفيدوا من الاختصاصيين، السفير العام يستفيد من السفير الأكاديمي. فهي هذه كانت فكرة البرنامج. ورح يكون دور منهم يعني في مجال نقل هذه الثقافة المعلوماتية للمجتمع. صحيح. إلكترونيا هو مشاركتهم أو مساهمتهم ممكن أنها تكون بشكل كبير وممكن أنها تكون بشكل مبسط. يعني مثلا أنا سفير، كيف ممكن يعتبروني سفير عام؟ وصلني مثلا بريد إلكتروني من الهيئة أو من المركز، وصلني مثلا معلومة عن أمن المعلومات أو حادثة اختراق صارت، كيف تم التعامل معها. إذا بس قمت بنشر هذه المعلومة أو مثلا وصلت الفكرة لأهلي، لزميلي، لزميلتي، أختي، أخوي، فعلى طول أنا أعتبر كسفيرة للسلامة المعلوماتية، بحيث أني ساهمت في نشر هذه المعلومة. طيب الآن سادة فخرية سفيرة اختصاصية يعني بشكل أكثر تخصصي ودقيق، ماذا قدم لكم هذا البرنامج بالتحديد إلى الآن؟ كيف بإمكانكم تضيفوا شيء جديد إلى أدوار هيئة تقنية المعلومات؟ نحن استفدنا بشكل كبير من الورش والملتقيات اللي لها العلاقة بالأمن والسلامة المعلوماتية، واستفدنا من أيضا المنتدى والحملة التوعوية الإلكترونية. فهذه المعرفة أضافت لنا في تفعيل دورنا مثل ما ذكرت الأخت رحمة، فعلى جميع الأصعدة والمستويات. على سبيل المثال في صعيد العمل أصبح بالنسبة لنا من خلال هذه المعرفة اكتشاف الثغرات الأمنية أصبح أكثر يعني سهولة. أيوة أكثر سهولة. وأيضا تعرفنا من خلالها إن كيف آليات التبليغ وكيف حل المشكلة بمساعدة المركز الوطني للسلامة المعلوماتية. طيب كيف شفتي ثقافة المجتمع يعني بالمباشرة، المجتمع اللي ما عنده يعني اطلاع كبير بمجالات تقنية المعلومات، كيف وجدتي ثقافته في موضوع الأمن المعلوماتي؟ ترى الثقافة هذه لا زالت يعني في المهد مثل ما سميها، والتحدي الأكبر أنها تمس كل شرائح المجتمع. الحين الكل موصول بعالم الإنترنت، صغار قبل الكبار. صحيح. المؤسسات والأفراد، لأن هاتف صغير يعني يختصر أيوة. كل العالم. أيوة. أوكي. فهي عشان كذا كانت مسؤولية الجميع، مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع إنه يوصل يعني هذه ينشر الوعي ويشارك في التوعية الأمنية هذه. طيب أنا كأني الآن يعني ألاحظ أن جهودهم راح تكون تطوعية فقط. تطوعية. طيب. وفي نفس الوقت في عدد من المميزات يستحقوها. مثلا سفير السلامة المعلوماتية له الأحقية والأولوية في حضور أي ورشة تدريبية أو مؤتمر أو فعالية ينظمها المركز. مثال على ذلك تم ترشيح عدد من سفراء السلامة المعلوماتية لحضور إحدى الفعاليات اللي كانت متعلقة بالأمن السيبراني وتم تنظيمها في الإمارات. طبعا هذا كان عن طريق المركز. المشاركة سهلة بالنسبة للسفير العام في السلامة المعلوماتية؟ هي عن طريق الموقع الإلكتروني، موقع السفراء السلامة المعلوماتية. أول ما يدخل ويسجل معانا كسفير، هو يحدد على حسب مؤهلاته، يحدد إذا كان سفير عام أو أكاديمي أو أخصائي. بعدها الفريق المسؤول عن هذا البرنامج يقوم بأخذ نبذة عن هذا الشخص، قراءة البيانات، مؤهلاته، المعلومات الخاصة عنه، ويأكدوا التسجيل إن كان كسفير عام أو أكاديمي أو أخصائي. ممتاز. طيب الآن فخري، وش الأشياء اللي تحتاجوها حتى تقوم بدوركم بشكل أكثر يعني فعالية؟ يعني نحن عرفنا أن التدشين لهذا البرنامج 2014 أول اجتماع. ثلاث سنوات تقريبا. وش الإضافة اللي أضافها لكم هذا البرنامج كمادة معلوماتية تؤهلكم أنكم تقوم بدوركم التطوعي؟ هذا البرنامج ساهم أيضا، يعني نحن صحيح متطوعين بس طورنا بشكل كبير تطوعاتي، لأن نحن الحين نتشارك المعلومات
السفير الأكاديمي أخذ أنا من السفير الأكاديمي أو العام من خلال هذا الاجتماع أيوة الأول من خلال ترى أو في حتى تواصل في تواصل مستمر هو منتدى خاص بقراءة السلامة المعلوماتية تم تدشينه في نفس الفترة اللي تم تدشين فيه البرنامج ويعتبر كحلقة تواصل بين حتى تزودوهم السفراء. يعني بالمعلومات تزودوهم بالرسائل مثلا المهمة في ذاك المنتدى أكيد هم يقوم بدورهم بنشر هذه الثقافة هو اللي لاحظناه والشيء المميز فيهم أنه روح التعاون يعني جدا ظاهرة بينهم يعني في عدد من سفراء السلامة المعلوماتية الأكاديميين في مثلا في الفترة اللي يكون في عندهم امتحانات أو يحتاجوا مثلا معلومات أو عندهم تساؤلات معينة ينشروا بس في المنتدى هذا الموضوع وعلى طول الأخصائيين ما شاء الله عليهم يعني مساعدينهم في هذا المجال نعم. طيب أهم الموضوعات اللي تناقشوها الآن في هذا المنتدى واللي راح بدوركم تنقلوه إلى المجتمع وش هي الموضوعات اللي متعلقة بالسلامة المعلوماتية وهو أكبر شاغل الحين كيفية حماية الخصوصية في ظل الحين مثل ما ذكرت الكل كونكتد الكل موصول عالم الانترنت أصبح سهل من أي مكان وفي أي زمان من خلال الأجهزة الذكية صحيح. الحين خاصة نحن لنا يعني نهتم بفئة الأطفال اللي هم مأخوذين بهذه التقنية الحين شوف طفل عمره 3 سنوات ما شاء الله عليه خلاص يستخدم الآيباد ومتوصل بالإنترنت ويلعب لكن ما لهم دراية ولا وعي أنا كيف أحمي خصوصيتي وكيف هم كأطفال وحتى يعني أولياء أمورهم حتى ما يعرفوا هذا ما يعرفوا صحيح هذا الكلام فهذه أحد المواضيع المهمة وفي بعض المواضيع الأخرى اللي أنا كتبت حتى فيها مقالة على الأرض أو إلى السحاب تختص بالتحديات اللي تواجه المؤسسات الحكومية عند التوجه للحوسبة السحابية لأن فيه هي كثير من الثغرات فيها أيوة كثير بالنسبة للمؤسسات الحكومية هي يحتاجها تنظيم عملية تنظيم حتى تأمن هذه المؤسسات أنها تستخدم هذه الحوسبة طيب اليوم أيضا يعني مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت شغل شاغل كثيرين يعني وفيها كثير من الثغرات اللي متعلقة بالسلامة المعلوماتية ويستخدمها شريحة كبيرة من المجتمع صحيح. كيف ركزتوا عليها في موضوع سفرات السلامة المعلوماتية؟ مركزين عليها إن شاء الله بيكون في هذه السنة عندنا حملة خاصة مخصصة للقنوات التواصل الاجتماعية وسيتم التركيز فيها على الثغرات الأمنية وكيف يتم معالجة هذه الثغرات الأمنية أو التعامل معها طبعا الحملة هذه هي عبارة عن حملة وطنية تشمل جميع الحملات عندنا أكثر من حملة نحن في المركز من بينها اللي هو برنامج سفراء السلامة المعلوماتية فطبعا بالتالي الحملة الوطنية ستندرج ضمن أو البرنامج سفراء المعلوماتية سيندمج ضمن الحملة الوطنية اللي هي إن شاء الله ستكون مثل ما ذكرت سابقا في مجال قنوات التواصل الاجتماعية فسيتم التركيز على هذه المواضيع وبيكون إن شاء الله في تواصل مع سفراء السلامة المعلوماتية بحيث يتم تدريبهم في هذه المواضيع على أساس هم بعدين ينشروا هذه المعلومة غير كذا سيتم تزويدهم إن شاء الله بالمواد التوعوية اللي يحتاجوها إن كانت مواد مطبوعة ككتيبات عندنا ملصقات خلفيات فيديوز وغيرها من المواد اللي ممكن تساعدهم في العملية هذه ممتاز طيب اليوم يعني نسمع الكثيرين يعني يتعرضوا لمشكلة معلوماتية خاصة بسلامة بياناتهم سلامة خصوصياتهم في مختلف المواقع ونسمع بالمشكلة بعد وقوعها الآن من خلال هذا البرنامج عندكم نية أنكم تستبقوا الحدث يكون هناك توعية مسبقة وقاية للموضوع تنتشر هذه الثقافة عند الجميع نحقق هذا المجال بالتحديد هو اساسا من البدايه من خدمات الاساسيه للمركز اللي هي خدمات الاستباقيه الخدمات الاستباقيه هذه تكون قبل وقوع اي حادث امني طبعا المركز يقوم بنشر نشرات توعويه عندنا ايضا الكتاب الالكتروني وللعلم فقط الكتاب الإلكتروني اللي تم تدشينه هذه السنة يوجد عدد كبير من المشاركين فيه من سفراء السلامة المعلوماتية هم قاموا بالكتابة هذه والمشاركة وبعدها قمنا بنشر هذا البرنامج غير كذا عندنا ضمن الخدمات اللي يقدمها المركز من الموقع القائمة البريدية هذه تتضمن عدد من الاختيارات بحيث أنا شخص من المجتمع بشكل عام حاب أعرف عن مثلا
الثغرات في البرنامج المعين. طبعا البرامج كلها موجودة في الموقع، بس يختار إيش الموقع، إيش نوع البرنامج اللي حاب يعرف عنه، وعلى طول بعدها بتوصله أي تحذيرات أمنية عن طريق البريد الإلكتروني. ففي خدمات استباقية مشتغل عليها المركز، إضافة إلى ذلك المحاضرات طبعا اللي يتم فيها تغطية عدد من المواضيع وأحدث الثغرات الأمنية اللي ممكن أن الشخص يتعرض لها قبل وقوعها وكيف أنه يتعامل معها. طيب أستاذة فخرية، الآن يعني أهم التحديات والصعوبات التي قد يعني تواجهكم وتحد من القيام بأدواركم وجهودكم واللي تتمنى أنكم تتلافوها من البداية حتى ما تقع؟ هي نحن نأمل أن المركز السلامة المعلوماتية يزيد في عدد الورش، يزيد هذه في ملتقيات اللي نحن نستفيد من المعلومات السلام المعلوماتية مع بعض، سواء داخليا أو خارجيا. هذا يبغى يعني دعم من المركز، وأنا أشوف أنهم تقريبا كم عدد سفارات السلام المعلوماتية، كم العدد 400. بالفئات الثلاث تقريبا 450 ممتاز وفاعلين مشاركين، في عدد منهم كم تقريبا فاعلين؟ هذا اللي نريد يعني العدد الفاعلي تقريبا معلوم. هو أنا ما عندي العدد بالضبط، بس في عدد كبير وتقريبا 20 شخص تم تكريمهم اليوم. ممتاز. تم تكريمهم كسفراء للسلام المعلوماتية اللي هم فاعلين، ومن بينهم فخرية كانت مكرمة اليوم. ممتاز. طيب في يعني تحدي آخر يعني غير موضوع الورش وحلقات العمل؟ هي أن كل فرد يأخذها هي تعرف مسؤولية، لما تحس بالمسؤولية، مسؤولية الجماعية، فعشان كذا إذا كل إنسان خذ هذه من دافع المسؤولية، أن نحن الحين أولادنا في خطر، مؤسساتنا في خطر. نعم، يعني أنا عذرا على التشبيه، أشبه يعني سفارات السلام المعلوماتية مثل الأشخاص اللي أخذوا على عاتقهم موضوع التبرع بالدم. التبرع بالدم جهة قائمة في جهة وزارة الصحة، هم الآن السفراء لنشر هذه الثقافة عند المجتمع ويقوم بأدوارهم. دوركم يعني مهم، أصبح يعني اليوم الثقافة المعلوماتية أصبحت مثل الدم يعني تصرف مع الجميع. الحين حتى في بيوتنا يعني استفدنا بشكل كبير، حتى بيوتنا كيف أولادنا كيف أقاربنا نوجههم للممارسات الصحيحة، مرات هي أشياء بسيطة بس يغفلوا عنها. صحيح. فنحن نوجههم لهالطريق، وأيضا نوكلهم إن هم يقوموا بهذه المهمة أيضا في نقل هذه المعرفة. بالضبط. حتى دوركم في نقل هذه الثقافة في مؤسساتكم الحكومية، في بين الموظفين، يعني أمر مطلوب مهم. موضوع الخصوصية المعلوماتية اليوم موضوع مهم. صحيح. في بيئة العمل. صحيح، هم دورهم جدا كبير. بالإضافة إلى نذكر برنامج وعي، حملة التوعية بأمن المعلومات للمؤسسات الحكومية. هذا البرنامج مخصص للجهات الحكومية، بس اليوم من خلال هذا الاجتماع قدرنا أنه نوصل لعدد كبير من سفراء السلامة المعلوماتية اللي هم أساساً موظفين في جهات حكومية. فبالتالي بعد ما خلصنا الاجتماع هم تواصلوا معنا مباشرة، فحبوا أنهم يعرفوا عن الحملات هذه أكثر، وعلى طول بلغونا أنهم هم حابين يكونوا كممثلين لجهاتهم ليشملوا جميع هذه الحملات، فكانت بادرة طيبة جدا منهم. ممتاز. طيب اليوم يعني نسمع عن كثير من أو مجموعة من الشباب العماني في موضوع الهاكرز، موضوع اختراق المواقع، وعندهم يعني إمكانيات يعني مفروض أنها توجه بالطريق الصحيح. في نية أنهم يكونوا يوم اليوم سفراء للسلامة المعلوماتية ويكونوا ضمن هم سفراء. في عندنا عدد كبير من سفراء السلامة المعلوماتية عندهم هذه المواهب، بس هم شخصيا ما حابين يعلنوا للمجتمع بشكل عام انهم مخترقين، عندهم هذا الخوف من ردة فعل ايوه المجتمع، بس مسجلين معانا ونحن نقدم لهم محاضرات بحيث انك كيف انت تكون كيف تقوم بعملية الاختراق الاخلاقي. يعني هم عندهم هذه الموهبة، فبدل ما تروح هذه الموهبة بطريق سلبي، لا بالعكس، يعني المركز يدعمهم ويحاول يساعدهم على أساس أنهم يستفيدوا من هذه الموهبة. نحن نتمنى على العموم كل التوفيق إن شاء الله. أنت الظاهر أنك أخصائية تدريب ما شاء الله، أخصائية تدريب، الله يخليك. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، موفقين في عملكم، ودعوة للكل اللي حاب اللي ينضم يتواصل بمركز السلامة المعلوماتية، المركز الوطني للسلامة المعلوماتية. على طول ممكن يتواصلوا معنا على الموقع www.cert.gov.
اليوم. ممتاز، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. شكرا على وجودك معنا أستاذة رحمة بنت ناصر البراشدية، أخصائية تدريب وتوعية بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية. شكرا جزيلا لك. شكرا لك أستاذة فخرية بنت سعيد الزجالية، سفيرة اختصاصية في من ضمن برنامج سفراء السلامة المعلوماتية. شكرا جزيلا لك. إذا متواصلين معكم مشاهدينا، ما زالت معنا مجموعة من التغطيات، مجموعة من المحطات في حلقة اليوم من برنامجكم من عمان. فاصل قصير وراجعين لكم مع محطة جديدة. أقدم لعائلتي دائما دجاج الصفاء الطبيعي والشهي، طازج ونقي. دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي، 100% عماني وحلال. الصفاء اختيارك الطبيعي الصحي والشهي. بعد سماعهم لنبأ تأثر أجواء السلطنة بأخدود منخفض جوي عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، اندمجت بشائر الفرح من هطول الأمطار بالحذر من تأثر الممتلكات وحركة السير، لا سيما على طريق خصب بخا الساحلي. تلبدت سماء المحافظة بالغيوم وأمطرت السماء، بدأت بأمطار خفيفة في ساعات الصباح الأولى وتراوحت بعدها الأمطار بين المتوسطة والغزيرة على ولايتي خصب وبخا، وأمطار خفيفة على ولايتي دبا ومدحة، سالت على أثرها الشعاب في ولايتي خصب وبخا، كما جرت أودية لمحاس والبيح وقدا في ولاية خصب وتيبات وغمضة في ولاية بخا. بلغت كمية الأمطار التي هطلت حوالي 20 مليمترا. الجهات المختصة وكعادتها تعمل وفق خطط مبرمجة في وضع اللوائح الإرشادية ومتابعة أي أضرار قد تنتج ليتم إصلاحها مباشرة، كما يتم التركيز على قرى المواطنين والأماكن التي يحتمل أن تتأثر بالأمطار والأودية. هذا المواطن نظر إلى طريق خصب بخا الساحلي وغير مساره عائدا من حيث أتى، رغم انسيابية حركة المرور فيه نظرا لاحتمالات تساقط الصخور فجأة، فالطريق يخلو من موانع سقوط الأحجار عليه. المياه على جوانب الطرقات تعيق حركة السير وربما تتسبب في بعض الحوادث، فعند تنفيذ هذه الطرقات لم تراعي الجهات المختصة جوانب تصريف المياه فيها. أمطار خير وبركة يستبشر المواطنون بها خيرا ليعم نفعها العباد والبلاد. منصور بن ناصر السعدي، تلفزيون سلطنة عمان، محافظة مسندم. اللهم اجعلها سقيا خير ونفع للبلاد والعباد، وكما استبشرت الأرض فرحا تستبشر النفوس فرحا بهذه الأمطار وأمطار البهجة إن شاء الله على الجميع. إذا تابعنا مشاهدينا تقرير من زميلنا منصور السعدي من محافظة مسندم، تأثر ولايات محافظة مسندم بتأثير هذا المنخفض الجوي، أمطار خير وبركة مثل ما لاحظتم من خلال الصور، إضافة إلى تأثر مجموعة من محافظات السلطنة الأخرى. طبعا تابعنا هذا التقرير، لكن حتى نتعرف على تفاصيل أكثر عن الحالة الجوية الموجودة حاليا في محافظة مسندم، لأن من صباح الباكر اليوم استبشر الأهالي خير بهذه الأمطار، من خلال تواصلنا الآن مباشرة من محافظة مسندم مع زميلنا منصور السعدي حتى يطلعنا على آخر التطورات. مساء الخير منصور، وإن شاء الله أمطار خير وبركة على الجميع. مساء النور أخي راشد، وفعلا هي أمطار خير وبركة، لكن بداية دعني أصحح
بعض المعلومات التي ظهرت في التقرير، التقرير نحن أعددناه منذ الصباح مع بداية طول الأمطار. طبعا نسبة كمية المياه ليست 20 كما ذكرت، هي الآن ربما تكون 100. ما شاء الله. هذه بعض المعلومات. عن الأمطار تهطل بغزارة إلى الآن، ما زالت مستمرة؟ نعم نعم، حتى الآن أمطار تهطل بغزارة مصطوبة بحبات البرد، قد تخفت أحيانا لكنها ما تلبث إلى أن تعاود بصورة غزيرة. جريان طبعا معظم الأودية في ولايتي خصب وبخا، الأمطار تركزت بالدرجة الأولى على مركز ولاية خصب ومركز ولاية بخا، وكذلك على الطريق الساحلي الذي يربط الولايتين بالدرجة الثانية على رؤوس الجبال. نعم. ولايتي مدحة وبخا حسب علمي شهدت أمطار خفيفة إلى متوسطة في مدحة، سالت بعض الشعاب في القرى الجبلية. طريق خصب بخا مقطوع الآن. نعم. بسبب سقوط الحجارة عليه، وهناك طبعا هذا الطريق يعتبر طريق حيوي مهم، طريق اجتماعي، طريق تجاري، طريق سياحي، لا يمكن الوصول من ولاية خصب إلى ولاية بخا إلا فقط من خلال هذا الطريق، وبالتالي هو شريان حيوي مهم بالضبط. جدا للأسف الطريق مقطوع بسبب تساقط الحجارة. نما إلى علمي أيضا أن هناك حوادث جرت من جراء تساقط هذه الحجارة على المركبات، ربما نتجت عن وفاة أحد قائدي المركبات، أظن أنه من الجنسية الآسيوية. هناك سيارات تتساقط عليها الحجارة، المواطنون يتساءلون، يناشدون المسؤولون، يناشدون أيضا الجهات المختصة منذ فترة طويلة، لكن للأسف لم يجدوا آذان صاغية حتى الآن، أو بالأحرى لم يلمسوا شيئا على أرض الواقع. صحيح أن المختصين وضعوا برامجهم لإزالة الحجارة بعد سقوطها، لكن هذا بعد وقوع الحدث المواطنون يتساءلوا ما الذي ينتظره المسؤولون حتى يعني حتى يعدلوا هذا الطريق أو يؤمنوا هذا الطريق؟ هل ينتظروا مثلا سقوط الحجارة على أصحاب المركبات كما حصل اليوم؟ هناك أيضا نقطة أخرى، وهي أن المياه في منطقة الحالة بولاية خصب وأيضا منطقة السوق غمرت المنطقة، دخلت إلى منازل المواطنين، قد لا تكون هذه المرة الأولى. ربما تكون عن طريق سوء التخطيط، ربما هناك مشكلة لا ندركها، لكن هذه المشكلة قائمة منذ فترة. لذلك أيضا المواطنون يتساءلوا لماذا لا يتم تعديل هذه الأمور وهي موجودة منذ فترة يعني. نعم، إلى علمي راشد أيضا. نعم. أن الوقود قد نفذ، لكن لست أدري هل من إحدى المحطات هنا في خصب أو المحطتين الموجودتين في خصب. إنما إلى علمي أيضا أن انقطاع شبكة اتصالات في ولاية بخا عدا شبكة النورس. نعم، هو على نعم هو على العموم يعني كل هذه الأشياء التي تذكرها لاحظناها من خلال التقرير، يعني حتى موضوع يعني تصريف لجريان الأودية في الطرق، كما يبدو حتى الطرق الداخلية منصور يعني أصبحت ممتلئة بالمياه. نعم، حتى الطرق الداخلية عند منازل المواطنين ثمة يعني مياه تغمر، ربما أن بعض المواطنين لا يستطيعوا الخروج من المنازل في بعض القرى كما حصل في منطقة السوق، في كما حصل أيضا في الحالة، يعني المياه دخلت إلى داخل منازل المواطنين. الأغرب من ذلك أن بعض هذه المشاكل ليست جديدة، يعني موضوع مثلا تساقط الحجارة ليس موضوع جديد، هذا الموضوع منذ زمن، والمواطنون يراشدون ويتكلمون، ولكن للأسف لا يوجد آذان صاغية، بالأحرى لا يوجد شيء يلمسوه على أرض الواقع. نعم، يعني هو على ليست جديد يعني. طبعا. نعم، هو منصور يعني على العموم يعني محافظة مسندم يعني محافظة جبلية وطرقها يعني طرق يعني وعرة وطرق صعبة، يعني فكل هذه الاحتياطات التي ذكرتها لابد أن تكون موجودة. هو على العموم المفروض أن يكون هناك التواصل بيننا وبينك يعني بالصوت والصورة، لكن كما سمعنا أيضا أن هناك أو عرفنا أن هناك أيضا انقطاع لأجزاء من الكهرباء في بعض المناطق. نعم، كان هناك انقطاع في بعض القرى، انقطاع الكهرباء في بعض القرى، لكن ما لبثت إلى أن الآن أعيد التيار الكهربائي من جديد. نعم، طيب بالنسبة للبحر يعني حالة البحر كيف في يعني منية لك أكيد صيادين؟ نعم، حالة البحر بطبيعة الحال هايج كما هو معروف في مثل هذه الحالات. نعم. لكن أيضا المواطنين تولدت لديهم أيضا
حالة من الوعي الجيد ممتاز. ربما نتيجة مثلا وسائل الإعلام، ربما نتيجة أيضا ما حصلت في السابق، ربما مثل هذه الحالات الجيدة الجوية، وبالتالي هم وصلوا إلى مرحلة من الوعي بحيث أنهم يبتعدوا عن المخاطر، يبتعدوا عن مجار الأودية، يبتعدوا أيضا عن البحر. نعم، هو على العموم نتمناها أن تكون أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها الجميع، وأن لا نجد مثل هذه الإشكاليات موجودة في المستقبل من خلال الطرق الاحترازية المسبقة. نشكرك على تواصلك معنا منصور السعدي، وإن شاء الله في حالة جديد. تفضل. نقطة أخيرة راشد، لما إلى علمي قبل هذا الاتصال بقليل أن هناك ربما موضوع سقوط الحجارة سوف يحل قريبا، لكن لست متأكد، ربما هناك أيضا تغريدة لمعالي وزير النقل والاتصالات بخصوص هذا الموضوع. سوف نتابعها جميعا إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لك منصور السعدي على تواصلك معنا من محافظة مسندب. إذن مشاهدينا نتمنى أن تكون أمطار خير وبركة للجميع، وإن تأثرت بقية محافظات السلطنة بهذا المنخفض الجوي وسقطت يعني أمطار متوسطة الغزارة أو غزيرة، نتمنى من الجميع أن يأخذ الحيطة والحذر في موضوع عبور الأودية. وصلنا معكم إلى الختام مشاهدينا، نتمنى أنكم وفقنا في إمتاعكم وإفادتكم. يوم الغد إن شاء الله ملتقى جديد من برنامجكم من عمان، نتمنى لكم إن شاء الله أوقات طيبة وجميلة، ونترككم مع هذه المقطوعة الموسيقية العسكرية. إلى اللقاء.